السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ جينا فيديو جديد وحلقة جديدة والساعة 12 تمام، ما في مشكلة. عن محاكي المزرعة، بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل مسيرتنا في المشوار المليون ميل اللي وصلنا فيه، وعلى أساس بدنا ننزل لكم فيديو نحكي لكم فيه عن إجابة عن أسئلتكم، بس الحمد لله ما حد سأل السؤال والواضح إنه أنتم فاهمين اللعب بشكل جدا جيد، وقلنا على أساس إنه بس ننهي من اجابتكم على الاسئله رح ننزل لكم فيديو ان شاء الله يشرح لكم المود اللي هو هاي برضه خاصه. طيب خلينا نسلم العقود لانه خلصناهم كلياتهم، واحد هي اثنين. هلا بما انه سلمنا العقود وامورنا كلها تمام ان شاء الله، اليوم رح نشتغل بالحيوانات ان شاء الله، رح اكمل الحصن اجهزها بشكل كامل، وفي عنا شوي شغلات لازم نسويها للبقر نظبطها ان شاء الله عشان نقدر نخلصها كلها اليوم، وبنفس الوقت تتعلموا كل الشغلات الاضافيه اللي انتم محتاجينها للحيوانات للبقر وللحصن نفس الوقت. وبعدين رح نبلش بالخنازير او الدجاج، ما بعرف شوف يعني هذا بالفيديو الجاي ما رح نلحق اليوم اكيد. وطبعا رح نبلش كمان نجز هذا العشب الموجود بالارض ونستفيد منه ونحوله لشيء مفيد لنا لما ركبنا. تذكرت ايش كنت لازم اعمل، ذكرت كنت بدي اجيب ماكينه اللي بتلم العشب على انه عشب، فهمتوا شنو ولا ما فهمتوا عليها؟ هلا بفهمكم يعني، هلا بتفهموا هلا، بس خلينا نودي حصاده ونشوف هذا بالرشاشة السماد ايش صاير عندها. هذا صاحبنا هون هو ما خلص يعني، بدنا نعتبره انه خلص، لانه انا راح ابلش اشتغل. لا مو انا بشتغل اهو، تمام، لانه هذا القسم من الارض دائما ما برشوا، ليش ما بعرف، لا برشوا لا يقصدوا لا يسوي شيء ابدا لانه ضرته. تمام، هاي خلصنا. الله، بنرجع هين بنضبها كمان ومنرجعها الى الارض مثل سابقتها، ونبلش نروح على بقراتنا ونظبطهم، لان اذا نمت فقد رح يصير مشاكل علينا. تمام، من هالحيوانات رح تجوع، رح يصير في عندهم وسخ، رح يصير كثير مشاكل، وخصوصا تعبتهم بالليل طويل، فرح احاول اني اخلص هاي الشغلات البسيطه اول شيء وبعدين او اخلد الى النوم. طيب الله، خليني اصف هاي مكان تاعهم هون. والان وصلنا الى الشوب، خلينا نصفهم نشتري. طبعا ما رح اشتري، انا اشتري شري رح استاجرها ايجار، لانه شريتها كثير غالي صراحه وراح تكلفنا كثير وما بدنا نحن نتكلف صراحه. شوفوا، تجي لهون على التريلات اول شيء، بعدين هي اسمها لاند ووردز، تدخلوا عليها. طبعا هون في عندنا كثير اشكال، طبعا هون في لها ميزه من هون من تحت تنزل فبيبلش يلم العشب مثل ما انكم شايفين، بلم هاي الانواع الموجوده قدامنا، وهذا هو العشب اللي احنا رح نلمه. طبعا في عنا عده مقاسات، هي بتلم 56,000، هي مثلا بتلم نفس الشيء، هي 42,000، 35,000، بس طبعا ما في عنا غير هذول. طبعا اذا بدنا نفكر نشتري من هذول، وينهم حوايا؟ في حوايا، المهم القفله ما يزبط الحوايا معنا. المهم القفل الحوايا ما يزبطوا، اقول لكم. طيب هلا ناخذ الحمراء والخضراء، خلينا ناخذ الحمراء نحقها ارخص حتى، يعني الفرق بيناتهم 500 وهي اكيد رح يكون ارخص، يعني حتما يعني حقها 150,000 هذيك 160,000. طبعا بنعدل عليها شوي، يمكن هي بتشتغل بالحجم، هي بالحجم تمام. هلا استاجرنا الماكينة ليك. هلا ايش بدنا نساوي يا شباب؟ هلا اول شيء رح نبلش نجز العشب، بعد ما نجزه رح خليها تمشي وراي بشكل انه بشغلها وبقول له امشي وراي، بس ما بتزبط ولا ما بتزبط لانه ما يمشي ورا شغل صح، هو بس يمشي ورا، شايفين انه بس في الها هاي الجرين من تحت مشان تنزل تمسك بالارض وتعلق وتمشي. طبعا هو تراكتور صغير مقابلة الحجم الضخم لإلها، طبعا هو العشب أساسا لبكرة الصبح راح يطلع على فكرة يعني، بس اتس اوكي، هو ما راح اشتغلها كتير، اشتغلها بعدين،
طبعا هذا المود حكيت لكم راح اشرح لكم اياه بكره ان شاء الله وبالفيديو اللي جاي تقريبا. خلينا نفتح. طبعا مثل ما انتم شايفين الجز كله رايح بصير او في مكان واحد يعني. طبعا هلا انا كملوه اليمين شمال لبضبط المشي، بسويها على السيوي وبضل ماشي عشان هذيك تمشي وراي بشكل صحيح. هي الارض كلها مدجوزه خالصه. اتوقع بكره يعني بيطلع المحصول يعني بتسوق كي ما في مشكله يعني. هلا هون بنبلش جز. ايوه مثل ما يكون شايفين خلينا نسوي دوره هون على السريع، بس دور واحده او دورتين ما بعرف. المهم او دوره دوره بتكفي، ما بتذكر تكفي لان كلها طويله كمان فصعب انها تلف بالرياحه. طبعا نحن رح نعتمد على الاسلوب اللي هو يمشي على الداير بشكل عام بتدور الارض كلياتها، لانه اذا لفيت لفه قاسيه بصير شعب على هيك نلف وراها. فهمتوا شلون؟ فحاليا الوضع مستتب تمام جميل جدا. طبعا بس رح الف الارض وراح ارجع من محل ما بلشت واوقف اجيب هذيك الماكينه اسوي دور ثاني وراها امشيها وبعدين نروح لعند الحصن لنكون تعبت يعني صار كمية منيحة. نروح لعند الحصن بنفضي له هذا اللي جبناه اياه، مو حصن للبقرة عفوا البقرة اللي بدنا نفضيه بنفضي ونشوف شو الشغلات الباقية اللي جبتها. طبعا في معلومة هنا بجوز انتم بكرة لما تكون تفتحوها هي بتشوفوها انه صارت نظركم من ثلاث اطراف مو من طرف واحد بس مثل ما انا اسويها. تكبسوا هون مثل ما انتم شايفين حرف الواي اخر شيء شايفينه، ريك مود المود او توب لي ورك مود يعني نظام العمل او شكل العمل، بتحطوه بتضلوا بتغيروه حتى تلاقوه سكروا الطرفين وضلوا النص فاتح. وتعرفوا شو لازم كان انا هذيك جايبها مشيها وراها افضل. طيب خلينا نوقف هون شوي. وقف. ايوه لا مو هاي التريلا، ايوه هاي ما تيسر. طبعا اول شي هون تقص اكس ممكن ولا بي، ايوه هاي هيك فتحناها. ايوه شوفوا شفتوا شو لم؟ طبعا انا راح اصبر شوي شايفين شو عم بلم؟ صار لها قدام شو بس هنيك محل ما اشتغلت كثير. شوفوا حتى شلون السيارة صارت تعبر من جوا، بورجيكم بالتصوير البطيء. شغلنا شوفوا اول شي، شوفوا شايفين انتو شلون صارت تشيل من ورا من قدام الدواليب، وطبعا عملية التحميل شغلوا عليه. شوفوا شو قلت لكم انه صعب التدويرة يعني ما تجي فوقها تمام 100% مثل كانك انت عم تطلع فيها. والله يمكن اذا صرت مش وراه تحسن انه الكمبيوتر مش ورا الكمبيوتر يعني وراي هو مش على خطاي تماما 100%، فانا جزء العب بكثر على اليمين اكثر على اليسار، فجوز هو هذا السبب اللي عم بصير عندي. يعني شوف هلا صار بيت 14% اللي هي الدوره الصغيره، فما اتوقع انه حتى اوصل لوراها يعني نص الدوره اتوقع يخلص. وصلنا وراها بشكل جيد. طبعا ما اتوقع انه راح اكمل، ما ظل بدها 3% فخليني اروح الى بقراتي اطلع من برا. وانا رفعتها ليش ما رفعت ما بعرف. انا غلطت هي لازم ارفع. ايوه نسيت احول بين التريلا هي والتريلا هي. المهم مثل ما انكم شايفين معبي. هلا بدنا نفضي. طبعا بدل ما بفضيها هون بحولها لنوع تاني هو اسمه هايد او ما اشبه ذلك. بقرات نايمات يا قلبي. يعني وين نفضيهم هذا الجريس كان وين 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 محل الاكل صح؟ محل الاكل صح اتوقع هون محل الاكل. ايوه وين وين ابني. ايوه ممكن يكون شايفين الفرج شو عم بيتفضى. شايفين شو عم بيتفضى هذا هو. خلصنا. طبعا لسه في معي بس حوالي كفي هذا الشيء. شايفين مثل ما انتم شايفين الجريس فول صار. طب هلا في عندنا شيء ثاني ناقصنا اللي هو هاي تمام، وفي عندنا هذا الثاني اللي هو السولجن. السولجن انه هذا بيتخمر لثاني يوم، عرفتوا شلون؟
اتوقع انه هو موجود قدام الحصن، بس والله في شيء ثاني راح اعمل له لكم اياه، فرجيكم اياه هون. ايوه هذا هو هون، شوفوا ايش راح اعمل. طبعا هذا اللي بيتابع الالعاب اللي بتحكي عن المزارع والشغلات هي بيعرف هاي الشغلات هي، شوفوا شلون. طبعا هذا شيء بالواقع الناس بتسويه، مو بس هيك ولا تفكرون باللعبه هيك راح يصير، لا هو واقعيا هذا الشيء لازم يصير. فهلا بدنا ننتحله، بس المشكله انه هاي بتروح يمين شمال. طب خلينا نصفها هون برا عشان ما تضل تروح، مع انه هي افضل لانه وزنها يكون اقل فتشتغل اسرع. شوفوا طبعا هلا نحن عم ندوسه بنكسره، طبعا كل ما جبنا ماكينة أثقل كل ما كان أفضل. على سيرة الماكينة الأثقل راح أجيبها هي أثقل من هي، هيها هاي وين البقر؟ هني. طبعا هي بتجي أثقل من هذيك فبتتحلل أسرع، لشوف شلون بتتحلل غير من الطرف. تفرجوا ايش هي الماكينة، والله ما اشوف شو الماكينة هاي، يمكن من المود الجديد اللي ركبته قلت فيها. شوف شوف شوفوا تفرجوا تفرجوا شوف شلون رد يندحل كله بسرعة. شوفوا مع انه وزن الماكينة بيلعب دور، شوف شلون دحل. طبعا عشان تعرف انه انت شو صار مسكته بالدحل تقدر تنزل وبتطلع عليه، يعني ممكن شخص يسألني شو نضل ندخل النهار كله؟ أكيد مو النهار كله حبيبي. شوف والله ننزل هون ونطلع عليه وين هيك، ليش ما طلع؟ شايفين شلون مكتوب إنه على اليسار 93%، إنه صار 93%، يعني الدحلتين كمان بيكون وضع تمام. طبعا هو يمكن لازم يستنى يوم، ما بعرف إذا يزبط ولا ما يزبط، بس أتوقع تزبط تزبط، بس لازم استنى اليوم الصبح حتى يزبط يعني أكثر. بس هلا بنقرب عليهم نبين معنا إيش مكتوب عليهم. هدول ما مكتوب عليهم ليش؟ لساته جريس سولجر لسه ما صار، شو اسمه ما صار اللي قلناكم عليه، هي 3000 و 3000 هذا هي حطها هون عشان بكرة الصبح، لأن أتوقع من بكرة الصبح تتحول. طب هلا خلينا نروح ننام والبيت هيكو، نروح ننام بنفيق وبنكملها. جود مورنينج جود مورنينج، يقولوا جود مورنينج صباح الخير. صباح الخير يا شباب، رجعنا بيوم جديد. هلا شوف شو ممكن رح نشوف اذا هذول تحولوا وصاروا ما صاروا ما بعرف. لا ما مبين من هون، لا والله ساتون جريس، ساتون جريس ما ضبطت. طيب نستنى لهم. هلا بنروح على الماكينات هون نشيك على هذول، وهون لساته على ما هو عليه لسه ما تحول، ما بده يحتاج وقت اكثر من هيك، ما بده يوصل لهالدرجة هي بده وقت. المهم طيب قبل ما نكمل بهي الماكينة، طالع في عنا هون في عنا حشرات طالعة. طيب خلينا نروح نجيبو شي هاي الماكينة نسوي اخر تجربة فيها، ما زبطت بنهي الفيديو ان شاء الله بالفيديو الجاي نشرح لكم عن المود، والفيديو اللي بعده نرجع نكمل شلون هون بالمزرعة. بس خلينا نجرب نشوف تعلق، صارت تراكتور صغير كتير. يلا بيكفي الغراب مثل ما يقولوا، عم يمشي. طيب هلا بنشغل ونمشي، شوف بده يضل ماشي ورانا بقش ولا وقف. خزينة شلون وضع وراك؟ تمام عم بلم الزلمة، تمام شغله ذهب، معناته اشتغل مع النظام، معناته ذهب الوراي. بس المصيبة في هون مشكلة انه ما رح نعرف امتى هو رح يوقف او امتى رح يخلص او امتى هو رح يصير فولور، فلازم نحن نضل مشيكين عليه. عرفتوا شلون؟ بنشوفه باللحظة اللي فول فيها فورا بقول له وقف وتعال هون. طيب على كل حال اساسا ما في عندنا مساحة كبيرة يعني، بعدين نبلش نشتغل بالعشب عندي، طلع شلون كله طلع له حشرات.
هذول نتركهم للفيديو الجاي ان شاء الله، لان الفيديو صار شوي طويل صراحه. يعني هلا انا فيكم سجلت تقريبا طول 40 دقيقه، هيطلع لكم منه شي 10 دقائق راسا ما بعرف شو بدي اوصل لعندكم. المهم خلينا نستنى عم بفت القوة، لأنه هو أساسا عم بيعاني المسكين. طبعاً هلا بنسوي هيك تعريض، ممكن في ايدك شوي معلم. صار نصه يعني. نايس والله، صرت اشيل الاعشاب السامة. بس عجب يروحوا ولا بدهم نموت؟ طب الله بنشوف، طولوا بالكم. تخيلوا انه يروح يكون غير شكل. وقف شوي، خلينا نطلع اول شيء على الخريطة قبل ما يجي التركتور. نرجع لهون خطوة. الود ها والله شالوا. نايس والله، معناته بنكمل شغلنا ما دام شالوا، لنا اسرع وارخص تكلفه يعني. عجل عمو عجل شوي، هيك في لك اشبك ماشي عميد مهلك. تعرفوا شو عم بفكر؟ اشغل عليه المود، ايش رايكم؟ لا والله نجرب شوي عليه، لانه هي الارض اساسا صغيره يعني ما بدها الضغط الكبير، فخلينا نجرب فيها كمان بالمره. لا هيك كثير معلم. هاي تمام. بس ان شاء الله ما يضرب لهذاك، ان شاء الله ان شاء الله ما يضرب، 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 ان شاء الله ما يضرب. والله والله مريح.
وبس بيكون هون نهاية الفيديو. شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.